الحشاشين في الفترة ديت لما ظهر ما ما ما, ما كانش بيبصص لنزار او ل... هو بصص لمعتقداته. هو واخد نزار تكئة تقريبا يعني انه عاد منه يعني منه الامام المخفي هو فهو تكئة بالنسبه لان والده ما عملش كده ولا نزار نفسه اللي هو عايز يعني يقتص عشانه ان هو ما اخدش الحكم واخده اخوه شخصين ما عملش كده ولا صلته مثلا يعمل كده ولا تواصل معاه بعد كده هو اخد حجة ده زي قميص عثمان كده تقريبا بس قميص نزار المرة دي بدليل في جميع الوثائق والمخطوطات ان الحسن الصباح والطائفة بتاعته أتباعه رفضنهم السنة والشيعة والشيعة الإسماعيلية رفضن الشيعة الإثنى عشرية كل طوائف كل طوائف الشيعة بترفضه ده حولوه وقالوا له أنت مش باطنية أنت باطلية بلام أنت على باطل فالبعد التاريخي أن عندنا دولة الأساسية هي الدولة العباسية السنية في حالة ضعف وسيطرة رجال الدولة من الأتراك اللي هم عنصر إيه بني سلجوق طيب الدولة واخدين فين أكيد في العراق الخليفة موجود بس هو الحامي الحمى بتاعه الملك بتاعه ملك السلاجقة وهو اللي لقبهم هو اللي دوم رفعهم للمكانة دي مع مرور الوقت بقوا يعني مسيطرين على بلاد فارس مسيطرين على بعض أجزاء من الشام بعض مش كل بلاد الشام والعراق طيب في نفس الوقت الفاطميين عندنا شيعة إسماعيلية ملهاش علاقة بالحشاشين بالظبط أو بالمذهب بتاع الحشاشين على فكرة بالنسبة الحشاشين كمان احنا قلنا هما بيطلقوا نفسهم ان هما الباطنية يعني هو اللي عنده السر الخطير بتاع اي حاجة او مش بتاع الظاهر او مش بتاع الظاهر او بتاع الباطن شايفينه هو شايف له بعد تاني وهكذا ونبقى نجيه في وقته ان شاء الله لكن اطلق عليه لما جه مصر وسكن حارة الباطنية يعني الحي البطنية ده نسبة الى مش هو قاعد قاعد لوحده يعني لما جه لا خالص ده كان في مدارس اسماعيلية كمان موجودة في الوقت ده هو ملوش دعوة بيه ما راح لهاش راح له ما هو ملوش دعوة ده الفقهاء كان بيغتالهم ملوش دعوة بقى سني شيعي المهم حد اللي طلع في نفس عصره يعني هو استقر في مصر هنا في الحي اللي هو بتاع البطنية اما قعد شوية طبعا برضو بعض الـ يعني الأقوال مش قادر أقول المؤرخين الحديث يعني إنه بيقولك إيه أصل ما المعز الدين الفاطمي بعد جوهر اختط ده فده جوهر جاء سنة 358 هجري كان فين حسن صباح ما تمنش كان لسه احنا قدامنا شوية ما جاش خالص بالظبط طيب كمان تاريخيا قولا واحدا إن كل قبيلة من قبائل المغاربة اختطت يعني جاء في مكان ما حدش سبقه على لهذا المكان فهو اللي اختطه طيب كلها قبائل مغربية الكلام ده بعدين احنا مدخلين احنا قربنا بقى داخلين بقى ما بعد صلاح الدين داخلين على المماليك ما كانش يقدر يجي فترة لاحقة يعني ما كانش يقدر يجي هيسكن في عهد صلاح الدين كان هيسمح له ده طبعا